قال والسي النار الماحي محمد سليمان إن موجهات عمل حكومته خلال الفترة الانتقالية ترتكز على الاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، خاصة الوقود والدقيق والغاز، علاوة على العمل على إنجاح الموسم الزراعي وتوفير مطلوباته. جاء ذلك خلال حديثه في منبر سون الدوري وعقب مراسم التسليم والتسلم من الوالي السابق. وقطع الماحي بالعمل على تفكيك النظام السابق ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وتحقيق السلم الاجتماعي بجانب تحقيق العدالة بين مكونات المجتمع السناري. من أوجب واجباتنا في الفترة القادمة هو معاش الناس، يعني يهمنا أمر الدقيق، الجازولين، البنزين، الغاز، السلع الاستراتيجية، ونسعى جاهدين لتحقيقه لصالح كرامة الإنسان السناري. الحاجة الثانية ودي مهمة جدا جدا وحنبدأ بها طوالي بعد العيد، حتباشر لجنة تفكيك النظام ومحاربة الفساد واسترداد الأموال عملها في ولاية سينار.